اعتقد يعني قبل نهاية 9 نكون يعني طلعنا شكل شورت سيلينج في مصر. 9 خلاص يعني احنا خلال كنا الايام يا فندم قبل 9 يعني خلاص خلال الايام يعني خلال ايام 9 احنا لسه 9 ما ابتديناهوش اهو. خلاص اخر 9 بالكتير ان شاء الله نكون وصلنا. احنا وعدين الناس ان نبقى جاهزين للعمل ان شاء الله قبل اخر السنه. بس ما فيش تعديلات جمهورية على اللي تمت خلال المحادثات؟ مناقشات شغاله بس بنحاول نعمل كل واحد عليه هوم ورك. يعني لما تقول خلاص هنعمل السيستم ده لازم المخصص تعمل هوم ورك بتاعتها، تقول لك انا هشغله ازاي وهعمل ايه، البورصه تقول لك انا هعمل ايه وانا متفق ازاي وده يناسبني ولا ما يناسبنيش، والوقت ده وانا محتاج اعدل ايه في السيستم بتاعي. يعني انت بعد ما هنرسى على الشكل النهائي لكل حاجه هيبتدي كل واحد فينا يعمل الهوم ورك بتاعه علشان نتاكد ان احنا متفقين كومباتبل كلنا مع بعضينا، بنتكلم لغه واحده، مش انا بتكلم صيني وانت هندي وده صحيح. مش هنفهم بعض. فبعد ما هنرسى اللجنه مع الهيئه خلاص ووقفنا عرضنا اتفقنا، كل واحد فينا هنبعت له البروبوزل، اعمل شغلك اعمل شغلك اعمل شغلك، تعال نقعد مع بعض نجرب مره اتنين خلاص نشتغل. يعني بس يجملنا ان هي رخصه يا فندم، يعني بس الشكل الحالي او المقترح ان هي بس هتبقى رخصه لشركات سمساره ولا هتبقى حاجه اضافيه على الهامش على الخدمات؟ لا ده هيبقى ترخيص زي رخصه المارجن كده. بس دي انت ممكن تكبرها بقى في الرقم المالي، كل ده خاضع للنقاش كتير. واكيد طبعا هيبقى في زي ما قلنا هيبقى في متطلبات للناس اللي هتمارس هذا النشاط. طبعا وانت ده نشاط انت لسه بتجربه لاول مره، وليس من الصالح ان انت تخش فيه يعني محتاج تجربه برويه، ومحتاج يعني عشان ما يبقاش فيه باك فاير في وشك. ايوه انت محتاج يعني تجرب الموضوع شويه، ما يبقاش فيه اندفاع فيه، يبقى انت عارف الشركات اللي هتشتغل في الموضوع ضامن الكومبلاينس بتاعها، شايف الماليه بتاعتها عامله ازاي.